الاستراتيجي الصفاقسي الجوله العاشره اياب واولى الثواني في ملعب سوسه الاولمبي النجم الساحلي على يسار المشاهدين على القناه الوطنيه الاولى هو النادي الرياضي الصفاقسي طبعا على يمين المشاهدين في هذه المباراه اللي يبداها النجم الساحلي او النادي الصفاقسي خلينا نبداو بالفريق الضيف في مباراه اليوم رامي الجريدي في حراسه المرمى رقم 10 علي معلول رقم 21 زياد الدربالي رقم 25 محمود بن صالح 26 بسام البلعابي رقم 7 وسيم كمون رقم 13 فرجاني ساسي ماهر الحناشي رقم 19 14 غازي شلوف رقم 29 فخر الدين بن يوسف اللي في حوزته الكره يحاول يربح ركنيه ومخالفه ولا كره تعود لدفاع النجم الرياضي الساحلي نكمل مع تشكيله النادي الصفاقسي واللاعب الاخير في التشكيله بالطبيعه وهو ادريسا كويتي بينما تشكيله النجم الساحلي في حراسه المرمى ايمن المثلوثي رقم 26 رمي البدوي 3 غازي عبد الرزاق 2 سيف غزال 4 رضوان الفلاحي 12 فرانكوم 24 محمد سلامه 11 حسام الجبالي وعوده لهذا اللاعب بعد اسابيع عديده غايب عن تشكيله النجم الساحلي 23 درامي ميكايلو 30 يوسف المويهبي و9 الجزائري هو الهداف بغداد بنجاح يدرب النجم الساحلي الفرنسي روجيلومير والنادي الصفاقسي بطبيعه التونسي حمادي الدو زوز دقائق الى حد الان التعادل السلبي في هذه المباراه. تعود الكره لصالح النادي الصفاقسي جيني ساسي وماهر الحناشي. ماهر الحناشي لعلي معلول الظهير الايسر في تشكيله المدرب حمادي الدوي لماهر الحناشي متعود ان يلعب عليه الظهير كظهير ايمن. في تشكيلة النادي الصفاقسي في بعض المباريات على المستوى المحلي وكذلك على المستوى القاري النادي الصفاقسي يلعب ربيط الابطال تبع هذه العملية فرجاني ساسي الى غازي شلوف وما تمرش الكرة ترجع من غازي عبد الرزاق في غياب المروان تيج الظهير الايسر والجناح الايسر في تشكيلة النجم الساحلي فما لاعب على ارضية الميدان ماهر الحناشي بعد العملية الأخيرة للنادي الصفاقسي سنعود لكل المعطيات مواجهه رقم 215 نجم في 50 انتصار سجل منهم 140 هدف ونادي الصفاقسي ب 28 انتصار وسجل 104 اهداف و37 مباراه انتهت بالتعادل في هذا الكلاسيكو كلاسيكو كره القدم التونسيه ان شاء الله نشوفوا مباراه كبيره ان شاء الله نشوفوا الاهداف والمستوى الرفيع من زوز فرق قاعدين يقدموا في مستوى عالي في الاسابيع الاخيره خاصه على المستوى القاري النجم الساحلي تنتظر مباراة هامة في الدور الثمانيائي مكرر ضد حرية كوناكري الغيني بينما النادي الصفاقسي التأهل إلى دوري المجموعات من ربيط الأبطال الإفريقيين تبع العملية لصالح النادي الصفاقسي التوزيع فخر الدين بن يوسف خطيرة وتدخل الحارس ممتاز أيمن المثلوثي باهي الفرصة للنادي الصفاقسي التسديدة من فخر الدين بن يوسف هي الإعادة والتصدي في مكانه أيمن المثلوثي أولى الفرص في هذه المباراة الدقيقة الثالثة يبدأ في الهجوم النادي الصفاقسي مع انطلاقة المباراة فخر الدين بن يوسف كان في مكان ممتاز والتصدي والامتياز لحارس مرمى النجم الساحلي فتعود بركنية الركنية الأولى على يسار حارس النجم الساحلي تتنفذ الركنية وسهلة سهلة في دين أيمن المثلوثي أولى الفرص هي الإعادة توزيع من زيادة الدربالي كما جات من فخر الدين بن يوسف والتصدي من أيمن المثلوثي تولى الكرة لنجم الساحلي ترجع من زيادة الدربالي ياخذها محمد سلامة تعود لصالح النادي الصفاقسي ماهر الحناشي البحث عن دريسا كويتي توصل له الكرة إلى فخر الدين بن يوسف والمحاولة المباغتة بعيدة وضيعة 6 أمتار للنجم الساحلي زوز فرق نجم ب 44 نقطة المركز الثالث والنادي الصفاقسي في المركز الثاني ب 47 نقطة 14 انتصار للسي اس اس 5 تعادلات و6 هزائم سجل 28 وقبل 17 بينما النجم ب 11 انتصار 11 تعادل و5 هزائم سجل 24 هدف و29 هدف وقبل 11 هدف تعود الكره لصالح النجم الساحلي المويهبي لدرامي واحده اثنين ما توصلش الكره ما زالت الكره النجم الساحلي ماذا يقول الحكم 6 امتار تدخل العمليه كانت من بغداد بنجاح هدف البطوله والاعاده كان معه غازي شلوف في العمليه الاخيره والحكم مراد بن حمزه 14 مباراه في الرابطه الاولى اكثر حكم زفر مباريات في هذه الرابطه الاولى في كره القدم التونسيه
قلت معاه يساعد كمساعد دول بن حسن النجار، والمساعد الثاني هو منذر لاتسش، بينما الحكم الرابع محمد امير بن ناصر. كرة لصالح النادي الصفاقسي، علي معلول قائد الفريق في تشكيلة المدرب حمادي الدو، فخر الدين بن يوسف الى فرجيني ساسي، وجود حمل القميص 4 رضوان الفالح، والتماس يعود لنادي الصفاقسي، التماس يعود لنادي الصفاقسي. اكثر ضغط للسي اس اس مع انطلاق هذه المباراة، بينما الترجي يحلق بعيدا طبعا في اعلى الترتيب، يسير رويدا رويدا نحو التتويج ببطولة تونس لهذا الموسم الكروي. الترجي يستقبل ملعب الجيبسي اليوم، بينما كما قلت المباراة اللي تشاهدوا فيها النادي المساح لنادي الصفاقسي في جرومبيليا، جرومبيليا النادي الافريقي، نادي البنزرتي مع الاولمبي البيجي، ملعب التونسي الشبيبه، نجم المتلاوي نادي حملنف، مستقبل مرسى مع جريده توزر، والاتحاد الرياضي المنسيري، القوافل الرياضيه بقفصه، مباريات هامه جدا من اجل تفادي النزول للرابطه الثانيه. عديد الفرق معنيه بتفادي النزول، مباريات هامه في الملعب التونسي الشبيبه، الاتحاد المنسيري، قوافل قفصه، مباراه توزر، وكذلك في المرسى نجم المتلاوي نادي حملنف، وكذلك جرومبيليا الذي يستقبل النادي الافريقي. تعود الكرة علي معلول، علي معلول الى فرجاني ساسي، واحدة اثنين توصل الكرة، ماهر حناشي غير مكانه اليوم، رجع كجناح كمتوسط ميدان هجومي في تشكيلة النادي الاهلي الصفاقسي. يوسف المويه يمر، يوسف المويه مويه مويه مازال يحتفظ بالكرة، والمخالفة، المخالفة للنجم الساحلي. 7 دقائق اولى التعادل، مازال 0-0 بين الفريقين، والكرة باش ترجع بضربة مخالفة، الإعادة والتدخل من لاعب غازي شلوف على يوسف المويهبي، لاعب السابق المستقبل الذي بالمرسى النادي الإفريقي. مع فترة الانتقالات الشتوية ينتقل النجم الساحلي مع اللاعب مروان تاج، لاعب الملعب التونسي يغيب عن مباراة اليوم. المقابل عودة عصام الجبالي لاعب النجم الساحلي بعد غيابه منذ مباراة المرسى، تعزيز هام لتشكيلة المدرب الفرنسي روجيلومير. نظر تنفيذ المخالفة، توصيات من رامي جريدي حارس مرمى نادي الصفاقسي، ومع عصام جبيلي، يوسف المويهبي، وكذلك بغداد بنجاح، ثلاثة لاعبين في تنفيذ هذه الكرة. ممكن التمرير كذلك إلى فرانك كوم على يمين المخالفة لصالح النجم الساحلي. هذه كرة بغداد بنجاح، تسديد وضيعة، 6 أمتار للنادي الصفاقسي. تاريخيا أول مباراة تاريخ 11 سبتمبر 1955 3-1 للنادي الصفاقسي، وأحسن الهدافين طبعا لطفي الحسومي من النجم الساحلي ب7 أهداف، ديما نحكي على مباراة الكلاسيكو، بينما محمد العقيد ب6 أهداف بالنسبة للنادي الصفاقسي. ترجع كرة غازي شا وغازي عبد الرزاق إلى درامي، درامي ميكايلو من جديد، غازي عبد الرزاق إلى فرانكوم في وسط الميدان، فرانكوم اكيد باش يغير على الجهه اليمين، يبدل على الجهه اليمين اللي بس الى لاعب 26 او 24 محمد سلامه، تمر الكره خطيره لصالح النجم الساحلي، اوه وتذيع، وتذيع هذه الكره، تذيع هذه الكره على خط هجوم النجم الساحلي، كان المرور من رامي البدوي ومتفتن رامي الجريدي، هاي الاعاده ثم في المتابعة كان بغداد بنجاح الجزائري، إن شاء الله لاباس بالنسبة لرامي جريدي حارس مرمى النادي الصفاقسي. هاي الإعادة تدخل من بغداد بنجاح، إن شاء الله نشوفوا أكثر فرص، إن شاء الله نشوفوا الأهداف سواء من النجم الساحلي أو من النادي الصفاقسي. جماهير موجودة في ملعب سوسة، وكذلك الجماهير اللي تتابع على القناة الوطنية الأولى، بينما أمامكم روجيلومير مدرب النجم الساحلي، المدرب السابق للمنتخب الوطني التونسي طبعا، وحصوله على بطولة افريقيا وكأس افريقيا للامم سنة 2004 مع المنتخب الوطني التونسي. روجيلومير مواليد 18 جوان 1941، بينما بالنسبة للنادي الصفاقسي حمادي الدو طبعا مدرب النادي الصفاقسي، كان مدرب المساعد للمدرب كرول، وحصوله على كاس الكاف، ثم كرول يمشي للترجي
ويبقى حمادي لدو هو المدرب الأول في النادي الصفاقسي. ترجع الكرة من رامي جريدي طويلة دخل سيف غزال فما مخالف مخالفة للنجم الساحلي. بالنسبة لمباراة كأس تونس الأسبوع القادم النجم باش يلعب ضد النجم الفحص بينما النادي الصفاقسي باش يتنقل إلى بنقردان لمواجهة اتحاد بنقردان ونعرف إثارة وتشويق المباراة الكأس. الفرق اللي بين قوسين صغيرة طبعا فرصة أنها تلعب مع فرق المستوى الأول في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية. ترجع فرجاني ساسي فرجاني ساسي يبدل إلى زيادة الدربال زيادة الدربال إلى غازي شلوف أو لاعب بالطبيعة بالفعل غازي شلوف. ترجع لسيف غزال سيف غزال إلى غازي عبد الرزاق فرانكوم فرانكوم يعمل مراوغة أولى تقطع من زيادة الدربال. ظهير أيمن اليوم في تشكيلة النادي الصفاقسي خيارات المدرب حمادي الدو والمخالفة تعود النجم الساحلي إشارة المساعد الثاني منذر لطرش المخالفة لصالح النجم الساحلي. طبعا بالنسبه للمباراه القادمه النجم يستقبل القوافي القفص بينما النادي الصفاقسي يلعب ضد قرنبلية الرياضيه. ترجع الكره رامي البدوي الى رضوان الفالحي طويله بسام البلعاب الى علي معلول علي معلول ويضيع الكره ياخذها درامي ميكايلو درامي درامي ما توصلش كره محمد سلام تقطع لصالح النادي الصفاقسي لعلي معلول سريع علي معلول الى ادريسا كواتي ادريسا يسقط ادريسا ما فماش مخالف ياخذها فرانكوم فرانكوم طويلة إلى بغداد بنجاح بغداد بنجاح معه زيادة دربيل التوزيع من بغداد بنجاح وتدخل الكرة في الركنية الركنية لصالح النجم الساحلي يرتفع النسق في هذه الدقائق. هام جدا النتيجة هام جدا الثلاث نقاط من أجل المنافسة والصراع على المركز الثاني يهزك ربيعة الأبطال بينما حتى المركز الثالث طبعا تلعب كاس الكاف كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم الموسم القادم 2014-2015. تبع الركنيه لصالح النجم الساحلي تتنفذ الركنيه وتدخل من فخر الدين بن يوسف يرجع للمسانده الدفاعيه طويله للقامه فخر الدين بن يوسف في تشكيله النادي الصفاقسي. 16 دقيقه اولى التعادل مازال 0 مقابل 0 بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي. رامي الجريدي مواليد 25 أفريل 1985 حارس الأساسي للنادي الصفاقسي طويلة الكور اتجاه كواتي مع سيف غزال ثم فرانكوم بالراس توصل الكرة عصام جبيل باهي التمريرة إلى بنجاح هو التدخل من محمود بن صالح متفتن من قلب دفاع النادي الصفاقسي مع بسام البلعابي بينما كما قلت لعب زياد الدربالي كظهير أيمن هو في الاصل محور الدفاع بينما علي معلول يلعب كظهير ايسر. تنفذ التماس يوسف المويه توصل للكره رامي البدوي رامي البدوي الى درامي درامي يحب يمر درامي معاه بسام البلعاب ياخذ الكره بسام البلعاب وترجع من جديد ماهر الحناشي الى علي معلول من الجهه اليسرى علي معلول وفما تدخل من محمد سلامه يبقى على ارضيه الميدان طويله في اتجاه بغداد بنجاح فما تسلل فما تسلل على خط هجوم النجم الساحلي يبقى مرق على ارضيه الميدان علي معلول لاعب النادي الصفاقسي قائد الفريق في مباراه اليوم. هاي الاعاده واضحه للتسلل على خط هجوم النجم الساحلي ومهاجم بغداد بنجاح يقدم الاضافه في تشكيله النجم الساحلي الجزائري هداف البطوله مع نزار العساوي لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري الشطر الاول من البطوله مع الجريدة الرياضية بتوزر. السلل الاول على خط هجوم النجم الساحلي طويل الكره رامي جريدي اتجاه كويتي فما مخالفه كما يقول مخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي المخالفه لصالح النادي الصفاقسي. مازلنا ما شفناش برشا فرص الى حد الان.
النادي الصفاقسي او من النجم الساحلي اللي قال ذهاب نذكر واحد بلاش للنادي الصفاقسي هدف علي معلول في الدقيقه 66 تاريخ 29 ديسمبر 2013. ننتظر تنفيذ المخالفه لصالح النادي الصفاقسي تبعد 34 متر على مرمى الحارس ايمن المثلوث. ماهر الحناشي التوزيع بالراس من فخر الدين بن يوسف سهل في دين الحارس ايمن المثلوث يلعب بسرعه الى غازي عبد الرزاق سريع كذا رايس نص الكره بغداد بنجاح بغداد بنجاح الى غازي عبد الرزاق تقول عليه الكره يخلط ما يخلطش يخلط غازي عبد الرزاق والركنيه الركنيه لصالح النجم الساحلي سريع جدا غازي عبد الرزاق من الجهه اليسرى والتدخل من محمود بن صالح يحط الكره في الركنيه الركنيه الثانيه للنجم الساحلي ديم على يمين الحارس رامي الجريدي عصام الجبالي في تنفيذ الركنيه وموجود رامي الجريدي والمخالفه ان شاء الله لاباس بالنسبه لرامي الجريدي وكذلك بالنسبه لسيف غزال لاعب النجم الساحلي هذه كرة الفضائية هاي الإعادة سيف غزال ورامي جريدي طبعا سلامة اللاعبين قبل كل شيء في كرة القدم وهو أمامكم رامي الجريدي معاه رضوان الفرحي نجم يسجل بانتظام الأسابيع الفارطة سجل 29 هدف قلت قبل 11 هدف بينما نادي الصفاقسي سجل 28 كيف كيف قبل 17 هدف بينما هذه بعض الصور من الملعب الأولمبي بسوسة جماهير النجم حاضرة بقوة في الحقيقة اليوم لمساند فريقها في هذه المباراة الهامة والصعبة في الجولة 26 الرابطة المحترفة الأولى إن شاء الله لاباس بالنسبة لرامي الجريدي الانتظار يقوم بالحركات الحمائيه الحارس الثاني لنادي الصفاقسي محمد علي قعلول في 18 دقيقه اولى التعادل ديما صفر مقابل صفر في هذه المباراه تتابعوا فيها على القناه الوطنيه الاولى بينما القناه الوطنيه الثانيه تتابعوا فيها لقاء الكرومبيلي الرياضيه والنادي الافريقي لقاءات صعبه في هذه الأسابيع الأخيرة طبعا بدينا نقترب شيئا فشيئا من نهاية هذا الموسم الرياضي الشيق والطويل في كرة القدم التونسية مش مونديال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي رغم ذلك يلزم فما مواعيد محددة توفى فيها المباريات وتوفى فيها البطولات من أجل أنه طبعا تبعوا كأس العالم في البرازيل 2014 في طبعا نسخة البرازيل كما قلت في الصيف إن شاء الله وموعد جديد مع كرة القدم العالمية أو يقوم لاباس رامي الجريدي حارس مرمى النادي الصفاقسي نفذ المخالفة من بولعابي بسام بولعابي لاعب النادي الصفاقسي طويلة الكرة ترجع من دفاع نادي النجم الساحلي ولا تماس كم يقول تماس لصالح النادي الصفاقسي فرجاني ساسي علي معلول وموجود محمد سلام رضوان الفالح الى يوسف المويه فما مخالفه مخالفه لصالح النجم الساحلي سق انخفض في هذه الدقائق طويله من رامي البدر الى بغداد بنجاح ويقول الكره المهاجم الجزائري يسقط بغداد بنجاح ترجع من زياده الدربالي زياده الدربالي الى دريساك واتي واتي الى غازي شلوف او وسيم كمون وسيم كمون يرجع الى حارس مرميه رامي الجريدي رامي الجريدي طول الكره وترجع من رضوان الفالح كما جات ولا يسقط لاعب الفرجاني الساسي او ماهر الحناش وتبقى الكره لصالح النجم الساحلي عصام الجبال عصام الجبال الى بغداد بنجاح عصام الجبال الجديد الى درامي درامي مازال يحتفظ
الكره فما تسلل، تسلل على خط هجوم النجم الساحلي. حطنش درامي الى انه كان متسلل في الكره الاخيره في خط هجوم النجم الساحلي، هاي الاعاده بعض السنتيمترات متقدم على خط دفاع نادي صفاقسي. طبعا عامل النتيجه والثلاثين نقاط هامه جدا، لك علاش ممكن ما شفناش الى حد الان بعض الفرص في هذه المباراه. ترجع الكره لصالح النادي صفاقسي. غازي شلوف مواد تمام لصالح النجم الساحلي او نادي صفاقسي. يمشي زياد الدربالي لتنفيذ رمية التماس، توصل الكرة غازي عبد الرزاق في مجات من عصام الجبالي الى درامي، درامي بالراس الى مويه، قبله محمود بن صالح. محمود بن صالح والكرة ترجع في جيني ساسي، حاب يوصل الكرة علي معلول، قصيلو درامي سريع جدا، درامي درامي ميكايلو من الجهة اليمنى مع ثلاثة لاعبين، يرجع الى رامي البدوي، رامي البدوي الى فرانكوم، فرانكوم الى رامي البدوي من جديد مع محمد السلام، محمد السلام فماش مخالفة، ترجع من جديد لصالح النادي الصفاقسي ويسقط ادريس كويتي ويبقى ملقى الارضية في الميدان. لاعب النادي الصفاقسي ادريس كويتي مواليد 27 ابريل 1991، تعددت المخالفات في هذه الدقائق. هاي الإعادة من الكرة بينه وبين رضوان الفالحي، لاعب ادريس كويتي أو أمامكم، لاعب الإيفواري في تشكيلة النادي الصفاقسي. قوم لاباس ادريس بينما الحكم طالبوا بالخروج لتلقي الإسعافات خارج الميدان. احتجاجات زايدة، ركض الحكم بالطبيعة باش تطبق في نهاية الأمر، مش علاش. سواء من اللاعبين نجم الساحلي او من لاعبين نادي الرياضي الصفاقسي. ثلاثة وعشرين دقيقة أولى، زلنا ما شفناش مباراة ترتقي إلى مستوى كلاسيكو في كرة القدم التونسية. طبعا بالنسبة اللي شاهدوا فينا في الوطن العربي الكبير، نادي الصفاقسي والنجم الساحلي جوج فرق معروفة بالطبيعة في كرة القدم التونسية، هو كذلك الافريقيه وصولات جولات. بالنسبه للنجم الساحلي هو كذلك النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع كره غازي عبد الرزاق الى عصام الجبال، يمر عصام الجبال الى بغداد بنجاح، وترجع من دفاع النادي الرياضي الصفاقسي، ياخذها من جديد عصام الجبال الى درامي، التسديد درامي جانبيه، تسديد درامي ميكايلو لاعب النجم الساحلي، لاعب مالي بوركيني مواليد 3 جوان 1992. هاي الاعاده ديال الكرة دار وسدد، كانت بعيدة برشا في الحقيقة على مرمى الحارس أيمن المثلوث. ميكايلو حقيقة ست جنسيات، مرمى رمي الجريدي بالطبيعة حارس مرمى النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة من فرانكوم، ياخذ علي معلول، علي معلول إلى كويتي، كويتي مع رضوان الفالحي ومازال يحتفظ بالكرة، هو المخالف، كم يقول مخالفة لصالح النادي الصفاقسي. كم مرات بن حمزه ويبقى ملقى على ارضيه الميدان ماهر الحناشي. هاي الاعاده تدخل من رضوان الفرحي، قلت ثلاثه جنسيات في بالنسبه للنجم الساحلي، فرانكوم كاميروني، دراميمي كيلو لاعب مالي بوركيني، وبغداد بنجاح جزائري. بينما طبعا نجم النادي الصفاقسي اجنبي وحيد في التشكيله الايفواري ادريس كويتي، غياب دونغ ابراهيم دونغ، لاعب اللي عادة ما تكون وراه مشاكل بالنسبة للهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي، إن شاء الله لاباس بالنسبة لماهر الحناشي. هاي الإعادة من جديد، هو التدخل من رضوان الفالحي مع سيف غزيل في محور دفاع النجم الساحلي. بترجع بمخالفة، التنفيذ علي معلول معه 14 غازي شلوف، مازال خارج الميدان اللاعب ماهر الحناشي.
اكيد يرجع الا ما تتنفذ المخالفه. قررت الحكم مراد بن حمزه. حكم هذه المباراه قلت اكثر حكم زفر مباريات في الرابطه الاولى. لجنة الفيدرالية للتحكيم تعول عليه بصفه متواصله في اداره مباريات الرابطه الاولى. في كرة القدم التونسية تتنفذ المخالفة من غازي شالوف وبالراس والكرة ترجع ركنية. الركنية لصالح النادي الصفاقسي. الركنية على يمين أيمن المثلوثي. تدخل كان من رضوان الفرحي. هاي الإعادة ورأسية بغداد بنجاح. بغداد بنجاح يحط الكرة في الركنية. يمشي لتنفيذها غازي شالوف. الكرات الثابتة هامة جدا بالنسبة للنادي الصفاقسي وبالنسبة للنجم الساحلي اللي علي معلول. الى وسيم كمون، وسيم كمون واحد اثنين مع علي معلول اكيد شاب حضرنا توزيع والكره في الركنيه. الركنيه الثانيه على التوالي والركنيه الثالثه لصالح النادي الصفاقسي. هاي الاعاده تدخل كان من عصام الجبالي. الركنيه الثانيه على التوالي لصالح النادي الصفاقسي. يمشي لتنفيذها كالعاده غازي شلوف. غازي شلوف التوزيع ترجع من عصام الجبالي الى درامي. درامي قبل وسيم كمون ترجع لصالح النادي الصفاقسي. 27 دقيقة والتعادل صفر مقابل صفر بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي. ديما نذكر ايطال الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية. رغم أنه كل شيء ممكن بالطبيعة في على الترتيب، لكن بالطبيعة فرق نقاط يخليهم الترجي على منافسيه ممكن يخلي المهمة تولي الصراع ينحصر على المركز الثاني مؤهل لرابطة الأبطال الإفريقية. رامي البدو تنفيذ التماسي ليوسف المويه ياخذ الكرة. يوسف المويه وما فماش مخالفة ترجع لصالح النادي الصفاقسي. ماهر الحناشي. ماهر الحناشي تويلة في اتجاه دريسا كويتي يخرج جاي من المثلوث وياخذ الكرة. أيمن المثلوث. أيمن المثلوث إلى غازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق باش يطول الكرة إلى يوسف المويه. قبله لاعب نادي الصفاقسي. لاعب فرجيني سيسي والحكم يقول مخالفة. مخالفة لصالح النادي الصفاقسي. مخالفة لصالح غازي شلوف. وسيم كمون. ان شاء الله نشوفوا الفرص، ان شاء الله نشوفوا الاهداف. هكا نحبوها كرة القدم التونسية وخاصة المباريات الهامة، مباريات كيما مباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي ونادي الصفاقسي. الحقيقة كل حتى على مستوى التاريخ في انتظار أن تتحسن نوعية المباراة. ثلاثية للنجم يعني سنة 1958 بوذينا سجل الثلاثية ومحمد العقيد سجل الثلاثية للنادي الصفاقسي سنة 1973. تعود الكرة لصالح غازي شلوف. غازي شلوف تقطع كرة. غازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق من الجهة اليسرى. غازي عبد الرزاق والحكم ماذا يقول؟ مخالفة. مخالفة لصالح النجم الساحلي. المخالفة لصالح النجم الساحلي الجهة اليسرى للنجم الساحلي. أكثر نشاط من الجهة اليمنى موجود فيها رامي البدوي في الجهة اليمنى. الجهة اليسرى موجود فيها غازي عبد الرزاق بينما يحب يمر من وسط دفاع النجم الساحلي. بالنسبه لخط هجوم النادي الصفاقسي والتعويل على دريسا كويتي ثم من القادمون من الخلف نحكي بطبيعه على فخر الدين بن يوسف. تتنفذ المخالفه وترجع من فخر الدين بن يوسف. عصام الجبالي وغازي عبد الرزاق التوزيع وفما تسلل. الحكم يقول تسلل. الحكم المساعد الاول بالحسن النجار تسلل على بغداد بنجاح. هو الإعادة حقيقة أربعة لاعبين في خطة التسلل بالنسبة لخط هجوم النجم الساحلي. طبعا نادي الصفاقسي اللي يلعب التسلل في هذه الدقائق لحد من خط من خطورة درامي المويهبي وكذلك بنجاح. تعود الكرة فخر الدين بن يوسف إلى فرجاني سيسي. توصل الكرة فرجاني سيسي من جديد فخر الدين بن يوسف واحد اثنين والحكم النجم الساحلي. المخالفة لصالح النجم الساحلي والمخالفة يرتكبها فرجيني سيسي شقيق مصعب سيسي لاعب نادي الرياض البنزرتي.
الحين المفروثي امامكم حارس مرمى النجم الساحلي مواليد 14 سبتمبر 1984 دولي منذ عديد السنوات على المنتخب الوطني التونسي طويل الكور. تدخل من زياد الدربالي في التماس يلعب بسرعه بنجاح بغداد بنجاح يوزع الكره زياد الدربالي والكره في التماس من جديد التماس يصلح النادي الصفاقسي التماس يعود يصلح النادي الصفاقسي طبعا خيارات المدرب روجيلومير كذلك حمادي الدو كذلك التغييرات المنتظره في فتره ما بين الشوطين وفي الشوط الثاني هذا فرانكوم فرانكوم الى درامي درامي ميكايلو بتمريره لمحمد سلام لاعب ارتكاز طويل الكره اتجاه درامي درامي ياخذ الكره درامي ميكايلو درامي درامي البحث عن التسديد ضايعه حب يكمل العمليه بمفرده بطبيعه درامي ميكايلو كانت عنده ممكن خيارات اخرى مع بغداد بنجاح وكذلك يوسف المويه درامي ميكايلو هو امامكم على الصوره 32 دقيقة ولا تعادل مازال صفر مقابل صفر. من أسوأ النتائج بالطبيعة في كرة القدم أنه مباراة توفى 0-0 لكن مازال بكري ممكن على الحديث هذايا لأن مازلنا في الشوط الأول وفي دقيقة 32 بالتحديد توصل الكرة صالح دفاع النجم الساحلي طويل بولعاب عصام الجبالي ياخذ الكرة عصام الجبالي إلى محمد سلامة إلى بغداد بنجاح بغداد بنجاح مع محمود بن صالح بغداد بنجاح يجي علي معلول في التغطية وتوزيع خطيرة والتدخل للدفاع والتدخل من زيادة الدربالي كرة في الركنية خطير النجم الساحلي عند ما يمشي بغداد بنجاح ويأخذ الكرة ثم البحث عن درامي وكذلك يوسف المويه بهاي الإعادة تدخل من زيادة الدربالي في غياب بتبع محمود بن صالح اللي مشى اللي يتبع في بنجاح زيادة الدربالي مشى للتغطية نفذ الركنية بالراس من دفاع نادي سفيقس ترجع فرانكوم أو درامي بالفعل إلى فرانكوم بقى في المساندة الدفاعية طويلة إلى بغداد بنجاح بغداد بنجاح تقطع الكرة من فرجالي السيسي لمحمد سلام وفما مخالفة مخالفة لصالح النجم الساحلي عديدة هي المخالفات في هذه الفترة الأولى هاي الإعادة تدخل من على رامي البدوي من علي معلول إن شاء الله ما نشوفوش الإنذارات إن شاء الله ما نشوفوش الإقصائيات خلينا نكملوا 11 ضد 11 11 لنادي سفيقسي 11 للنجم الساحلي تنفيذ المخالفة محمد سلامة كل لاعبين نادي سفيقسي في المناطق الدفاعية حكم ينبع على المدافعين والمهاجمين داخل مناطق 18 صراع كبير في الكرة الثابتة محمد سلامة باش ينفذ المخالفة تنفذ الكرة وترجع من الجدار للدفاع فتماس مطالبة بلمسة يد من محمد سلامة الحكم يكتفي بالتماس تنفذ الكرة بسرعة إلى بنجاح يدخل بولعابي ترجع من الكرة من جديد غازي شلوف إلى فرانكوم فرانكوم رامي البدو يمر رامي البدو مازال يحتفظ بالكرة توصل الكرة بنجاح ولا الركنية الركنية لصالح النجم الساحلي اللي يضغط في هذه الدقائق يحب يمركي النجم بعد ضغط النادي الصفاقسي في الدقائق الفارطة وكرة لعب فخر الدين بن يوسف أبرز الفرص إلى حد الآن بالنسبة للنادي الصفاقسي يمشي عصام الجبالي باش ينفذ الركنية على يسار الحارس أيمن البلبولي تتنفذ الكرة وقصيرة وترجع غازي شلوف إلى ماهر الحناشي ماهر الحناشي فخر الدين بن يوسف فخر الدين بن يوسف واحد اثنين توصل الكرة من جديد ماهر الحناشي ممكن ممتاز فرانكوم في التغطية إلى غازي عبد الرزاق فرجاني سيسي كرة ضايعة بالجملة فرانكوم فرانكوم محمد سلام يحاول يبني الهجمة النجم الساحلي إلى ما يوسف المويه يوسف المويه البحث عن درامي يوسف المويه ومش برشا حلول يرجع كرة محمد سلامة إلى درامي من الجهة اليسرى درامي ميكايلو إلى يوسف المويهبي ومش برشا حلول كما قلت وحده بغداد بنجاح في المناطق الأمامية النجم الساحلي حسام جبيل
عصام الجبالي، غازي عبد الرزاق يبايع المراوغ، بحث على توزيع يمر غازي عبد الرزاق، خطير على الكور، خطير، وتدخل الدفاع، والتدخل الدفاعي من لاعبي نادي الصفاقسي في العمليه الاخيره. مازالت الكره للنجم الساحلي وترجع من فرجاني ساسي. باهي فرجاني ساسي، فما حد، فما مخالفه، فما مخالفه لصالح النادي الصفاقسي. بكل ذكاء شاف ضغط كبير على دفاعه، فرجاني ساسي يربح المخالفه لصالح النادي الصفاقسي. فرجاني ساسي 18 مارس 1992 صغير السن هذا اللاعب. الحين لاخر النجم الساحلي يمشي للهجوم، وكذلك في بعض الاحيان نادي الصفاقسي يحاول يضغط على مرمى الحارس ايمن المثلوث. غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق طويله دخل زياده زربال الى كويتي، تسكور فرجاني ساسي، فرجاني ساسي الى فخر الدين بن يوسف، واحد اثنين، توصل الكره من جديد ماهر الحناشي، خطير الهجوم، ماهر الحناشي يتزيد فخر الدين بن يوسف، هو تدخل الدفاع موجود، دفاع النجم الساحلي في الكره الاخيره، يبقى ملقى على ارضيه الميدان في فخر الدين بن يوسف لاعب مهاجم النادي الصفاقسي. زال ما تفطنش الحكم الى اصابه اللاعب فخر الدين بن يوسف. حسام ابو العاب يحط الكره في التماس اكيد لاسعاف زميله مهاجم النادي الصفاقسي والمنتخب الوطني فخر الدين بن يوسف. هو امامكم على الصوره. قلت تاريخيا النجم الساحلي ب 50 انتصار والنادي الصفاقسي ب 28 والتعادل في 37 مره. نفذ التماس، كرة باش ترجع اكيد للاعبين نادي الصفاقسي بالطبيعه بكل روح رياضيه. محمد سلامه يحط كرة في التماس، نقترب شيئا فشيئا من نهايه هذه الفتره الاولى. التعادل السلبي 0-0 بين النجم الساحلي ونادي الصفاقسي. ترجع كرة برمي تماس علي معلول الى غازي شلوف، غازي شلوف توصل الكره لبغداد بنجاح، والمخالفه، المخالفه لصالح النجم الساحلي. تنفيذ محمد سلامه، فما غازي شلوف وفما وسيم كمون، زوز لاعبين من طبعا النادي الصفاقسي. وسيم كمون 7 وغازي شلوف 14، قاعدين يعملوا في برشا مشاكل على في دفاع النجم الساحلي. ترجع الكره من جديد لصالح النادي الصفاقسي. رامي لبدوي، درامي ياخذ الكره، باه درامي، درامي لمويهبي، لمويهبي محمد سلام، محمد السلامه الى غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق يرجع كره عصام الجبالي، عصام الجبالي، رضوان الفالحي، رضوان الفالحي الى درامي، فما حد، فما دفاع نادي الصفاقسي من زياده دربالي. ادريس اكويتي بمفرده في خط هجوم النادي الصفاقسي، فما اصابه لاعب اخر لاعبين نادي الصفاقسي، ماهر الحناشي اللي تقريبا هذه اصابه ثالثه لهذا اللاعب، قد لا يواصل المباراه بالنسبه للاعب النادي الصفاقسي. ماهر الحناشي اللي في كل مره اكيد يغير له مكانه، المدرب حمادي الدو مره على الجهه اليمنى، مره في كلاعب خط وسط ميدان هجومي، يلقى نفسه هذا اللاعب. مواصفات هامه جدا اكيد، فما المدربين يحبوا مثل هذه النوعيه من اللاعبين اللي وقت اللي تسحقه كظهير ايمن، وقت اللي تسحقه كوسط ميدان او حتى كمهاجم. بالنسبه لماهر الحناشي اللاعب السابق للاتحاد المنسيري، وكذلك كانت عنده تجربه احترافيه في الشقيقه ليبيا، خذا حتى الجنسيه الليبيه بالنسبه لماهر الحناشي. 40 دقيقه الخمسه دقائق الاخيره، التعادل مازال 0-0. الكره باش ترجع بين زوج لاعبين، الحكم مراد بن حمزه. زود 10 اياب، مازالوا 5 جولات في كرة البطولة الرابطة المحترفة الأولى، بينما في الرابطة الثانية أكيد صراع كبير كذلك من أجل الصعود مجموعة بلاي أوف. 3 يهبطوا 3 يطلعوا،
هكا سنة كرة القدم وهكا سنة الحياة في الطبيعة. ترجع كرة فرانكوم بدل على اليمين إلى رامي البدو، رامي البدو أكيد سيبحث عن التوزيع إلى بنجاح التوزيع، ترجع الكرة برامي التماس، التدخل كان من علي معلول، يتنفذ التماس إلى بغداد بنجاح، بنجاح بنجاح فما حد، فما حد في المتابعة، فما محمود بن صالح يبعد الكرة، يرجع من جديد رامي البدوي إلى درامي، درامي والتماس يربح تماس صالح النجم الساحلي، سريع جدا هذا اللاعب درامي ميكايلو محمد سلام فما تسلل، لكن درامي في كل مرة يسقط في فخ التسلل بالنسبة اللي خدت هجوم النجم الساحلي. هاي الإعادة واضح كان حتى قريب بعض السنتيمترات من الحكام المساعد الأول بالحسن النجار، تبيل الكرة من علي معلول، إلى ماهر الحناشي قم لباس فخر الدين بن يوسف إلى حارس مرمى النجم الساحلي أيمن المثلوث، غازي عبد الرزاق يلعب مع عصام جبالي، عصام الجبالي تقطع الكرة من وسيم كمون، كان الحكام يقول فما مخالفة فما تغيير، فما تغيير في خط في تشكيلة النادي الصفاقسي، خروج ماهر الحناشي قلت انه ماهوش باش يكمل لانه واضح طلب التغيير من لاعبين النادي الصفاقسي، ودخول 15 هو حمزه الشطبري لاعب السابق في الشبيبه الرياضيه القيروانيه، حمزه الشطبري في 42 دقيقه، طبعا التغييرات الاضطراريه ما يحبذوهاش المدربين خاصه في الاشواط الاولى، التغيير الأول حمزة الشطبري مكان ماهر الحناشي، ترجع الكرة رضوان الفرح، سيف غزال إلى رامي البدوي، رامي البدوي الى درامي، درامي ميكايلو، درامي البحث عن التوزيع، درامي التوزيع والركنيه، والركنيه لصالح النجم الساحلي، كل مره ياخذ درامي الكره يجيب الخطر الحقيقه في خط دفاع نادي الصفاقسي، وعلى خط دفاع نادي الصفاقسي تنفذ الركنيه، ليه كنت يحب ينفذها ثنائيه مع درامي، تنفذ الكره من محمد السامه في القائمه الثانيه وبالراس، كرة ضيعة 6 أمتار لصالح النادي الصفاقسي. تنفيذ كان من محمد سلامة رأسية سيف غزال قائد فريق النادي الصفاقسي، بينما علي معلول أو قائد فريق النجم الساحلي، بينما علي معلول هو قائد فريق النادي الصفاقسي في مباراة اليوم. النادي الصفاقسي اللي طبعا في رصيده خد 47 نقطة. انتظار ممكن بين قوسين الاثاره للفحة ضد لاعب نادي مستقبل مرسى سليم المحجبي، والقرارات قادمه في الايام القادمه بما يخص هذا المشكل بين قوسين في الجديد في كره القدم التونسيه فرجاني الساسي الى زياده دربيل طويل، يدخل فرانكوم ياخذ الكره محمد سلام الى فرانكوم من جديد، فرانكوم سيف غزال أو رضوان الفالحي، محمد سلام، محمد السلام يلعب مع بغداد بنجاح إلى غازي عبد الرزاق، فرانكوم يدور في الكرة لاعبي نجم الساحلي ثم البحث عن المباغتة، هذا عصام جبيل إلى رامي البدوي، رامي البدوي يلعب مع رضوان الفالحي طويلة في اتجاه درامية مع بسام البلعاب ياخذ الكرة أطول منه وترجع من جديد، ومرة أخرى بسام البلعاب في اتجاه كويتي، يسقط كويتي ما فما شيء لصالح النجم الساحلي من جديد، سننتظر كم سيضيف كوقت بدل ضائع الحكم مراد بن حمزة طويلة في اتجاه بغداد بنجاح، وبغداد بنجاح ياخذ الكرة، بغداد بنجاح والتمرير ما توصلش الكرة، يرجع شو وين يرجع فخر الدين بن يوسف، بصراحة لاعب عنده إمكانيات كبيرة وخاصة على المستوى البدني، والكرة عصام جبيل، عصام الجبالي الى رامي البدوي،
رامي البدوي يلعب مع عصام جبالي، عصام الجبالي التوزيع خطيرة وعلى القايم، خطيرة جدا كرة بغداد بنجاح تصطدم بالقائم. هاي الإعادة يصعد بغداد بنجاح بمفرده كاد يسجل أولى الأهداف. الفرصة كبيرة للنجم الساحلي في الحقيقة ما شفناش حتى قداش أضاف الحكم وقت بدل ضائع في هذه الفترة الأولى بعد ما كرة بغداد بنجاح الرأسية. مهاجم بالفترة بصراحة هذا المهاجم قاعد يسجل في أهداف عديدة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية. توزيع جيد والاقتناص جيد كذلك من بغداد بنجاح، نجم نقولوا فرصة بفرصة في هذه الفترة الأولى بعد كرة فخر الدين بن يوسف في أولى المباراة. ثم بغداد بنجاح الأوضح والأبرز في هذه الفترة الأولى وكرته تنهال على العارضة أو القائم في مرمى الحارس رمي الجريدة طويلة الكرة جهة بغداد بنجاح مع محمود بن صالح بدون مشاكل حارس مرميه رامي جريد يصنع الاخطر في خط دفاع نادي صفاقسي. مهاجم الجزائري ترجع كرة علي معلول، علي معلول الى اللاعب غازي شلوف، غازي شلوف فرجاني ساسي علي معلول بهي العمليه الى غازي شلوف، علي معلول البحث عن التوزيع يوزع علي معلول في القائم الثاني وياخذ الكره ايمن المثلوثي وتشتعل الشماريخ في مدرجات الملعب الاولمبي بسوسه. جماهير النجم الساحلي تصنع الحدث في هذه المباراه صراحه، جماهير غفيره وكبيره تحضر في مباراه اليوم. ترجع الكره برامي التماس، هاي الصوره تاتيكم من الملعب الاولمبي بسوسه. ستنفذ التماس من علي معلول الى فرجاني ساسي، فرجاني ساسي يلعب مع غازي شلوف وفما مخالفه، الحكم كان قريب مراد بن حمزه يعلن على مخالفه لصالح النادي الاهلي الصفاقسي. هاي الاعاده واضح، التدخل من فرانكوم يلعب بسرعه، علي معلول التوزيع سأل في دين ايمن المثلوثي حب يلعب في ظهر المدافعين، مدافعين النجم الساحلي والمتفتن حارس مرمى النجم امامكم ايمن المثلوثي الى رضوان الفالحي طويله جاء يوسف المويهبي، يوسف المويهبي دخل بسام البلعابي الى وسيم كمون او غازي شلوف ترجع ياخذها بغداد بنجاح مع زوز لاعبين بغداد بنجاح وترجع الكره غازي شلوف الى رامي جريدي، رامي جريدي طول الكره اتجاه ادريسا، ادريسا بالراس يحذر لشكون فما حد، فما دفاع النجم الساحلي. نجم نقولوا مباراة متوسطة وشوط أول متوسط لأكثر في هذه المباراة بين النادي النجم الساحلي والنادي الصفاقسي. هذه كرة من جديد محمود بن صالح يتفادى الركنية يحط الكرة في التماس، مدافع عن النادي الصفاقسي ميسي صالح النجم الساحلي قد تكون الكرة الأخيرة في هذه الفترة الأولى. يتنفذ التماس إلى محمد سلام، محمد السلام فرانكوم، فرانكوم عصام الجبالي، عصام الجبالي بدل على الجهة اليمين إلى رامي البدوي، رامي البدوي يلعب مع يوسف المويهبي واحد اثنين رامي البدوي يمر والركنية، الركنية لصالح النجم الساحلي، الركنية من جديد لصالح النجم الساحلي. يمشي عصام الجبالي المرة هذه لتنفيذ الركنية بعد ما كان نفذ في كل الركنية الفرتة محمد سلامة. الركنية لصالح النجم الساحلي تتنفذ الكرة وتدخل من فخر الدين بن يوسف من جديد في الركنية، الركنية الثانية على التوالي. كالعادة عصام الجبالي باش ينفذ الكرة الثابتة، الركنية السابعة للنجم الساحلي والمقابل ثلاث ركنيات لنادي الصفاقسي. تنفذ الركنية وترجع، ترجع من دفاع نادي الصفاقسي مع نهاية هذه الفترة الأولى إذا بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي في هذه القمة من الجولة 26 الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية. أكيد شوط أول وهذه بعض الفرص، فرصة النجم الساحلي بغداد بنجاح وقبلها كانت فرصة لطبعا فخر الدين بن يوسف طبعا سنة